السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاشق الطبيعة يحييكم وتقبل هذه الهدية المهداة من أخيه وصديقه وحبيبه القارئ محمد أبو زكريا التي أرسلها له خصيصا من جنوب فرنسا. وأسمعوا ماذا يقول وأسمعوا ردي على أقواله إن شاء الله. تمتعوا بهذا الجمال الذي أعشقه. هناك بولومبلوا العمل سنفوني لبولومبلوا بور ترافاي pour les formations et tout. ما شاء الله سبحان الذي أبدع الجمال يا أستاذ محمد. ما شاء الله جميل جميل. مكان رائع في منتهى الجمال. مكان رائع مكان رائع. السلام عليكم يا عمي عاشق الطبيعة القارئ محمد، يهدي لك هذه الغابة الجميلة وهذا المنظر الجميل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكرا جزيلا لك يا أخي الحبيب. عاشق الطبيعة لاحظ أشجار ما شاء الله. اسمع اسمع للصوت، صوت يطرب ما شاء الله ما شاء الله يا عمي عاشق الطبيعة. أجمل غابة يا عمي، أجمل غابة للرياضة لكل شيء للتنفس. نعم للتنفس يا إخوان ما شاء الله من أرادها، لكن السيارات غير مسموح بها هنا. سيارات غير مسموح بها. إذا تبغي تجي على الرجلين هكذا يا عم عاشق الطبيعة، تجري هنا وتعمل رياضة سبورت إن شاء الله. كل شيء عند ربنا جائز. مكان جميل جدا وهادئ. هناك الطريق، طريق سريع. لاحظوا معي هناك طريق، طريق هنا يا إخوان. هناك طريق سيارات. لاحظ معي جميل جميل جميل. مكان جميل جدا يا عمي صالح. جنوب فرنسا، جنوب فرنسا يا عمي، جنوب فرنسا جميل جدا ما شاء الله. طبيعة خلابة هنا، يتنفس الإنسان. أولم يتفكروا في خلق السماوات والأرض؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. الله سبحانه وتعالى يقول لنا، يقول لنا يعني تفكروا يعني في هذه الخلق، في خلق السماوات والأرض والأشجار والجبال كل شيء. هذه الطبيعة الجميلة إخواني، والله طبيعة خلابة جدا. حتى لل يعني من أراد أن يتنفس فيها ويتنزه يعني فلا عليه، يعمل من أراد أن يعني أن يجري يعمل رياضة هنا ما شاء الله. جو جميل جدا. وأنا أشكرك جدا يا أخي على هذه المناظر الجميلة التي أنعشتني، ويا ليتني أستطيع الذهاب إليها. هذا هو الجمال ما شاء الله. بارك الله فيك يا أخي يا محمد يا أبو زكريا. جو جميل يا عم محمد صالح عاشق طبيعة. جنوب فرنسا يهديها لك القارئ محمد.
محمد يا أخي يا قارئ محمد صديقك الغالي. عمي صالح أجمل إنسان في العالم والله يا عمي صالح، أجمل ناس يا عم صالح، بارك الله عليك السي محمد صالح عاشق الطبيعة، الله ينورك. عاشق الطبيعة يحييكم ويعجز لسانه عن شكر أخيه الأستاذ محمد بزكريا على هذه الهدية، مقبولة منك يا أستاذ محمد، وإن شاء الله ربنا يجعلها في ميزان حسناتك. أجمل طبيعة يا عمي صالح، عاشق طبيعة. برجاء حيوا الأستاذ محمد وشيروا وأعجبي بهذا الفيديو الجميل وشكرا. لاحظ يا محمد صالح عاشق للطبيعة، لاحظ الورود مع هذه هذا الشعار لفرنسا يا محمد صالح. لاحظ معي، لاحظ الورود يا محمد صالح.